الحالات الفنيه في هذه المباراه وكيف تفوق النادي الاهلي خصوصا في الشوط الثاني، ورايك في طاهر محمد طاهر كراس حرب؟ اول حاجه هعمل لحضرتك مقارنه ما بين، بناكد الكلام الاول بالارقام اتفضل. ونخش على الصور. بص، مقارنه ما بين الارقام النادي الاهلي في الشوط الاول والشوط الثاني، عشان كده بقول لحضرتك دي احسن ماتش لمارسيل كولر من اول الموسم. بص يا كريم، استحواذ الشوط الاول كان 46%، الشوط الثاني 59%. عدد المحاولات يا جماعه راعوا ان احنا بنلعب يانج في تنزانيا، لما تروح قدام فريق الشوط الثاني 11 محاوله والشوط الاول 4 محاولات، المحاولات الصحيحه 2 صح في الشوط الاول و5 في الشوط الثاني، فرص محققه للتسجيل 1 في الشوط الاول والشوط الثاني كام؟ 4. الضربات الركنيه، النقطه اللي انت عايز تتكلم فيها كريم، الشوط الاول 0 ولا 9 ضربه ركنيه، 9 الشوط الثاني 9 ضربات ركنيه. التمريرات 218 في الشوط الاول، 269 في الشوط الثاني. التمريرات الصحيحه 178 في الشوط الاول، 219 في الشوط الثاني. العرضيات عرضيه واحده بس في الشوط الاول، 14 عرضيه في الشوط الثاني. الالتحامات الثنائيه 18 18. فده الارقام بتاكد ايه؟ بتاكد تحسن اداء النادي الاهلي، مش تحسن، ان النادي الاهلي في الشوط الثاني كان ممتاز، ولو كانت اكتر من فرصه سجلت هدف كانت الناس هتشيد بكولر. على الرغم من ان الشوط الاول برضو مع هذه الارقام كانت فرصه حسين الشحات لو كانت جت حسين و... ماتش فتح و... كان ماتش فتح. نبدا نجيب الصور الحالات الفنيه. بص يا كابتن اسلام، بعض الفرص طبعا دي برضو ارقام المباراه بصفه عامه، يعني المجموع بقى الاثنين، استحواذ النادي الاهلي 53% وبره ملعبك انت مستحوذ و 47%، التمريرات 487 للنادي الاهلي مقابل 431 ليانج، التمريرات الصحيحه 397 للنادي الاهلي مقابل 357. النادي الاهلي عامل محاولات اكتر من يانج 15 ويانج افريكانز 11، المحاولات الصحيحه 7 2، الضربات الركنيه 9 9. نجيب صور الحالات الفنيه. بص، اول حاجه دي هنا انا بحيي مارسيل كولر على التغييرات. ليه؟ فكره طاهر محمد طاهر ان هو يلعب راس حربه فكره كويسه في العمق، في العمق يبعده عن الطرف. فكره، بص يا كريم، هنا طاهر فين؟ طاهر نازل لتحت. عايز اقول لك حاجه، من احسن نص ساعه لعبهم طاهر كل بيلعب في توظيفه في راس الحربه اول مره. كل ما طاهر بيلعب في العمق بيأدي اداء افضل هجوميا ما بيلعب في الطرد، في الطرد بيركز في الدفاع. هنا طاهر فين؟ زي ما انت بتقول يا كريم، نزل لتحت في العمق وفتح المساحه لكريم فؤاد. بص كريم فؤاد، بص على حركه ايده بيشاور له، جميل. بص عمل له التمريره دي الاثنين اللي نزلهم مارسيل كولر، طاهر وكريم فؤاد. لو كانت الكره دي جت جون ماتش خلص، وكان التغييرات والكلام كان هيختلف. الكلام اختلف. هات الصوره اللي بعدها كده، كمل، كان الكلام هيختلف طبعا. التغييرات، بص هنا الحارس ده عمل حركه ذكيه قوي قدام كريم فؤاد، هو راح ناحيه الشمال وطمع كريم فؤاد ان هو يلعبها في اليمين، فضله الزاويه، فكريم صح. لعبها راح الجون طاير معاها صح في اللعبه دي. كمل نفس اللعبه برده من زاويه ثانيه، كمل، هات الصوره اللي بعدها، الحاله اللي بعدها. هنا دي حاله ثانيه، ده كل ده في الشوط الثاني. ياليو ديانج بيعمل الكوره بيشوط، بتخبط في مين؟ كمل، هات الصوره اللي بعدها. هنا طاهر، دي كوره انفراد، ده جوه داخل خلاص بيقرب من علامه منطقه الجزاء. دي الكوره اللي كانت محوله النتيجه، دي كانت 2-1، كانت 2-1، كانت هتبقى 2-1، كانت هتبقى 2-1 للنادي الاهلي. بس هنا ارجع معلش الصوره اللي قبلها. هنا انا بالنسبه كتحليل، انت طالما بتوصل للجون انت كويس، انت بس عندك مشكله في اللمسه الاخيره. طول ما انت بتروح على الجون، يعني الكوره دي لو كانت جوت خلاص كذا فرصه. كمل، هات الصوره اللي بعدها. هنا برضو حالات قبل خروج كهربا، ده انفراد كانت تقدر كهربا برضو يسجلها. هات الحاله اللي ده، كل دي فرص ضايعه. دي اول واحده في الشوط اللي هي بيرسي تاو لعبها بكعبه لاليو ديانج، اليو ديانج لعبها بالعرض، جوله جميله بصراحه. حصل كهربا برضو خدها وبيرسي تاو ضاعت، ده كل دي فرص ضايعه. كمل، هنا بقى دي فرصه الشوط الاول بتاعت حسين الشحات، دي نفس الصوره دي بتاعت القضيه، ممكن الفاينل بتاع الزق، هي نفس المكان بتاع كده ثواني، نفس المكان، نفس، تحس ان برضه هيحطها في العرض. سبحان الله. كمل، هنا بقى دي الفكره اللي كان بيلعب عليها مارسيل كولر في الشوط الاول، اللي كريم انت اشدت بالتغييره اللي عملها. هنا هو كان فكرته ان هو كان، على فكره هو غير طريقه اللعب، هو لعب 4-2-3-1 او 4-4-2، اللي هو امام تحت كهربا، امام هو صانع الالعاب، مش 3 ارتكاز، يعني المثلث راسه لقدام امام وتحتيه 2، مين الاثنين؟ مروان عطيه واليو ديانج. وكان احيانا في اوقات كتير من المباراه بيعمل ضغط عالي. هات الصوره اللي بعدها. هنا امام الشوط الاول ما كانش موفق بصراحه، عشان الفجوه دي. بص
قفشه نزل الشوط الثاني عشان يسد الفجوه ما بين الاثنين في خط الوسط وراس الحرب، ان انت فعلا الحته دي مع طبعا الدور الدفاعي هي مشكلتها، ان انت الشوط الاول قدر يانج افريكانز ان هو يحسسك ان الخط الوسط مش معاك، وانس ان انت قللت الفجوه دي قفشه لما عملها في الشوط الثاني انت خلاص استحوذت على المباراه واستحوذت على الاستحواذ وكل شيء خلاص. هو التغييرات يا كريم كمان هو نزل قفشه مكان امام زي ما انت بتقول. نعم. امام كان قليل الشوط الاول، كان امام برضو انا يعني عايز اقول له ان امام ايه لازم تلعب لعب النادي الاهلي بصراحه، لعب النادي الاهلي مختلف شويه. لا لا هو بص برضو لان هو مضغوط خلال الفتره اللي فاتت، ما هو من مباراه لمباراه ومن اصابه لاصابه خلي بالك برضو امام لعيب كبير يا كابتن، طبعا لعيب كبير، لكن يجب ان يتم وضع هذه الامور في في مخيله الجميع، انه مش سهل ان انا ارجع من اصابه العب مباراه دايما المباراه الثاني مباراه او ثالث مباراه بعد الاصابه بتبقى اقل كتير من اول مباراه. ومعايا سبب بس عايز اقول لك التمرير امام محتاج يمرر لعب النادي الاهلي اللي اقصده اللي هو ايه التمريرات الكتير لازم بس نمرر. بس خلينا نقول ان احنا بنحلل اداء امام عاشور في الشوط ده، في الشوط ده مش اداؤه مش لان هو اصلا انا شايفه احسن لعيب 8 في مصر يعني، دي حاجه ثانيه يبقى نجيب بقى حالات للمباريات كلها. بس اشوف ايه واحده من الغلطات الناس بتقع فيها، ان انت وانت بتحلل اداء اللعيب في لعبه في مباراه او في شوط في مباراه فجاه تنط بكلامك ده صفقه كذا مش وكذا. بس انت ما جبتش مباراتك. ولكن احنا على جانب الاخر يا كريم، ايه اللي الاهلي يعمله عشان يفضل كده زي ما لعبنا في الشوط الثاني تحديدا؟ النقطه المهمه جدا كابتن اسلام ان اسلوب لعب كولر السنه اللي فاتت في افضل حالاته لو بنفتكر نعمل كده فلاش باك بدايه من يناير، بدايه من يناير بالذات من مباراه اسوان اول ما رجع كهربا في ماتش اسوان، كان في اسوان وكسبنا اعتقد 2-0 اعتقد هناك في اسوان. المباراه دي كانت اول مباراه من ساعتها النادي الاهلي بيلعب كومباكت جدا، كومباكت جدا، الخطوط قريبه جدا من بعض. واحده من المشاكل اللي عند النادي الاهلي في مباريات اللي الناس متضايقه منها مثلا زي مثلا مباراتي سيمبا، مباراتي سان داونز، حتى مباراه الجونه واعتقد مباراه سموحه في الدوري، خط وسط الاهلي بعيد عن القدام مش واقفين يعني مش قريبين قوي من بعض خالص. وبنلعب من الثبات ما بنلعبش من الحركه. شوف مثلا الاربع هجمات اللي عملناهم في الشوط الثاني كلهم ثبات، كلهم حركه كله من حركه. كريم فؤاد بيتحرك وطاهر محمد طاهر شايفه، اليو ديانج بيلعب ال1 2 مع بيرسي تاو بيداله في الناحيه الفاضيه كلها من حركه. سموحه واقف لك مش هيخرج من منطقه الجزاء، الجونه واقف لك مش هيخرج من منطقه الجزاء. واحنا دايما قلنا الفرقه دي بتحتاج ان انت تلعب زي كره اليد، محتاج تتحرك كتير. فواحد الشوط الثاني بيزاح وجهه تحديد امبارح انا في وجهه نظري هو مثال عمله مارسيل كولر، واتمنى ان هو يبقى يعني هو خلاص ادانا فكره انا ممكن اغير مبادئ. الراجل غير بين الشوطين لما لقى ان الفريق محتاج انه يغير بين الشوطين، عمل تغييرات وقدر ان هو فعلا يغير شكل الفريق خالص. اتمنى ان احنا ما يبقاش في ثوابت في الفريق، ما يبقاش هو ايه انا ما بغيرش الا قبل تعدي الدقيقه 60. عمرو السولية عودته مكسب كبير، عودته انا يعني في الشوط الثاني هو نزل عمرو السولية مكان مروان، مروان خرج عشان الانذار كان معاه انذار فهو خاف عليه فنزل عمرو السولية. مروان وعمرو كمان عنده بيداك تقل، عمرو السولية في وسط الملعب يا جماعه عنده شخصيه الاهلي، لعيب كبير عنده تقل لما يجي بس مع الماتشات يعني تحس ان هو بصراحه في مركز 8 لا لعيب ممتاز جدا، وعودته مكسب للنادي الاهلي والمنتخب مصر. لازم كمان يعني التغييرات، نزل كريم فؤاد لسه عارضين له الانفراد اللي راح بيه وعمل كذا كوره، طاهر محمد طاهر عمل خطوره لما نزل، خالد عبد الفتاح مكان ياسر. فانا شايف ان احنا لازم نحمي مارسيل كولر من بعض الناس اللي هي واخده التوجه ان احنا عايزين نخلي مارسيل كولر ده او نشكك جمهور النادي الاهلي في مارسيل كولر. لا ما هو مش خساره مباراه ولا خساره بطوله ولا بتاع، احنا عارفين ان مارسيل كولر مدرب كبير حقق 5 بطولات السنه اللي فاتت، مش عايزين ندي فرصه لبعض الناس ان هي تشكك فيه. لا هو يا جماعه مارسيل كولر لغايه دلوقتي متصدر الدوري، لو كسب يا كريم لو كسب الماتش المؤجل هيبقى متصدر الدوري في دوري ابطال افريقيا، انت لو كسبت شباب بلوزداد الماتش الجاي انت هتتصدر المجموعه. فين النتائج المذبذبه وفين مارسيل كولر وحش وفين الكلام ده؟